والملك نزل بسرعة علشان ينقذ ابنه اللي بيغرق. مينو، يلا يا مينو سيب التلفزيون وهات لي النجمة نعلقها. مينو، انت سرحت في ايه؟ استنى يا جدو، استنى لما اعرف الحكاية خلصت على ايه. حكاية ايه؟ حكاية الملك اللي انقذ ابنه من الغرق. اصل كان في عبد مش بيحبه، زق ابن الملك، بس على مين؟ هوب شافه من الشباك وقلع تاجه ونزل جري فوو ونططيش في المية وقلع التاج. انت عارف يا مينو الملك الحلو بيفكرنا بمين؟ مش عارف يا جدو بالظبط. ده اللي عمله ربنا معانا. الله، مش ربنا قاعد فوق في السماء؟ ما هو فعلا فوق في السماء، نزل وبقى معانا على الأرض. يعني هو لما بقى معانا على الأرض كده ما بقاش ربنا؟ ده مش معناه انه بطل يبقى ربنا. ربنا خد طبيعتنا، يعني بقى زينا، لكن فضل لسه ربنا، كان بياكل وبيشرب وبينام زينا، ومن ناحية انه انسان ينفع يموت، ولأنه ربنا قدر يقوم من الموت لوحده. طب ربنا عمل ده كله ليه؟ ربنا كان عامل جنة حلوة قوي وخلق فيها آدم وحواء على صورته ومثاله، كانوا فرحانين ومش ناقصهم ولا حاجة، بس عشان الشيطان مش بيحبهم وخلاهم ما يسمعوش كلام ربنا، وفعلا يمينه ما بقوش عايشين مع ربنا. طب بابا يسوع عصاهم كده؟ لا لا، ده عمل زي الملك اللي في القصة بالظبط، نزل بنفسه عشان ينقذه. استنى تعالى نشوف ايه اللي حصل. زمان لما كنت صغير، الوالي امر كل الناس يسجلوا اسمائهم كل واحد في المدينة اللي اتولد فيها. يا ترى امشي ازاي؟ امشي ازاي؟ ايه ده؟ حاسب. معلش، اصلا انا تايه. مش من هنا؟ لا، بس انا كنت جاي هنا اكتب اسمي، بس انا ما عنديش مكان انام فيه. يا حرام. طيب ايه رايك تيجي معانا ويا الرعاة؟ كانوا رعاة بالليل سهرانة، وحالتهم باين تعبانة، فرح قلوبهم ظهر النور وملاك بينادي، عمانوئيل هنا في النحيازي جاي والفرح معاه. ما خافوش، انا جاي اقول لكم على خبر حلو. النهارده اتولد لكم بابا يسوع المخلص في مدينه بيت لحم. بسرعه روحوا له، هتلاقوه ملفوف ونايم في مزود البقر. استنوا، انا جاي معاكم. ايه ده؟ النجمة دي شكلها حلو قوي وكبير قوي. ايوه، النجمة دي لما هتظهر معنى كده انه في ملك عظيم اتولد. ملك عظيم اتولد؟ على كده احنا بقى ناخد الهدايا ونروح نزوره. ومجوسي جماله بيتنطط، وشه على قلبه بيخبط، والنجمة واخداه على مزود في ملك. اهو ده شكل بابا يسوع في المزود اللي هناك ده. ايه ده؟ ملك، ملك يتولد في مزود؟ ازاي؟ لا لا، ده هو زي ما قال الملاك،
تعالى تعالى بس. جوه المزود نايم نونو، والنور باين هو عيونه، اصله حقيقي اله، عرشه يدوبك كم قساية، خدمه خروف بكتير بقرايا، والقمرايا غطا. مع انه رب القوات وملايكة قلوب الأرض وسط الناس، يسكن يملى الكون إحساس بتواضع محلاه. كمان لما ربنا تجسد يعني بقى إنسان زينا، شوفنا ربنا بعنينا وبقينا عارفينه وعارفين إزاي ممكن نعيش صح في الدنيا دي، وساعتها يبقى الموت ما يغلبناش تاني ونرجع تاني كلنا الحياة الأبدية، نرجع السماء نفرح مع ربنا على طول. الله يا جدو، أنا انبسطت خالص بالقصة دي وبالترنيمة كمان. عشان تعرف قد إيه ربنا بيحب ولاده ومش بيسيبهم يقعوا في حاجة وحشة. يلا بقى قوم نكمل تزويق الشجر.